اذا مشاهدي شو تي في تحيه طيبه جميع المتابعين، كنحييكم من جده. هاد الاجواء المسائيه بطبيعه الحال كما كتشوفوا راه واش كبير هنايا في المدينه، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، كل شيء خارج كيتقطع بطبيعه الحال. غادي ندير واحد الشوله وغادي نحاولوا نشوفوا حتى مع التجار ديال المحلات اللي كيبيعوا خصوصا الحوايج ديال رمضان، شوفوا معاهم الاقبال والرواج كي داير بطبيعه الحال. خلينا نبقاو معنا اخوان اخوات. صراحة هذه الحركة كتشوفها غير في المناسبات أعياد، و مثلا هذه المناسبة تاع شهر رمضان الفضيل. حركة كبيرة. حركة جد كبيرة كما كتشوف معنا الأخوة والأخوات، في وسط المدينة نحاولوا نزيدوا نتحركوا للأمام أسواق. تمنى تبارطاجيو معنا هذا المباشر، تعيشوا معنا هذه الأجواء المسائية. الله أكبر. حركة كبيرة جدا صراحة. كم تجي أول مراعية؟ وسط المدينة أسواق عامرة، سيركيلاسيون تاعنا نكتشفو معايا. حاولوا دائما نقربو لكم الأجواء. شوف الناس كتقطع التمور. تحياتي لك لايك صباح الخير زيان الله يحفظك. كما كتشوفوا معنا اسواق في دائره عامره،
C'est je parle avec I'm gonna do it again.